اتباع فانتفاع. فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم, واستمعوا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم, وطبقوا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم, وحصل لهم الانتفاع من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. علماء أهل التصوف والمذاهب الأحناف والشافعية وكل المذاهب في العراق ترى أن سيدنا الشيخ أبو بكر, وهذا الكلام لله, والتقينا به ونهلنا منه وجلسنا معه, اسمعوها واعطوا هذا الكلام. سيدي أبو بكر ليس مفتي الهند, إنما هو شيخ الجميع. الله أكبر. انهلوا منه وتبركوا به, فوالله الذي لا إله سواه النظر إلى وجهه عبادة. أكثر الدعاء له, ونسأل الله أن يمده بالعون وبالمدد. آمين. بجاه حضرة السري السقطي, وبجاه حضرة الجنيد البغدادي, وبجاه سيدي عبد القادر الجيلاني, وبجاه جدي أحمد الرفاعي, وبجاه سيدي موسى الكاظم, وبجاه سيدي أبي حنيفة, وبجاه سيدي معروف الكرخي, وبجاه سيدي عمر الساروردي. أسأل الله له أن يمده الله بالمدد. آمين. وأن يديم عليه العافية. آمين. وأن يلبسه لباس الحفظ. آمين.